صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة فتاة جميلة رائعة تكشف الرخيص المدلس معاذ عليان، وتكشف الأكاذيب والفضائح. شنت القبطية المسيحية جانيت هجوم حاد على المدلس معاذ عليان، وتكشف أكاذيبه في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت جانيت: جت لي رسالة الساعة 6:30 الصبح، فيها رابط فيديو للمدعو المدلس معاذ عليان. وقالت لي اللي بعتت الفيديو: حق عليا، الحق عليا، علشان أنا كنت عملت فيديو من 1.5 سنة تقريبا عن مشكلتي الزوجية، وكانت هذه السيدة حالتها صعبة جدا وهي شبه منهارة، والحمد لله مشكلتها اتحلت. وأنا طلعت وقلت إن مشكلتها اتحلت وكل واحد يخليه في حاله، لكن المدلس معاذ عليان طالع حاطط الفيديو، ويبدو للناس إن صاحبة المشكلة وقامت بنشره بشكل عجيب. وهو حط آخر نص دقيقة من الفيديو إن دي رسالة لسه جاياله، وإحنا عارفين إن قليل قوي اللي شاف الفيديو. شن جنت هجوم على هذا المدلس معاذ عليان، بتقول له: نحن نعلم أن أهدافك، وأنا متأكدة من إن الفلوس حلوة حلوة كتير، والتمويلات أحلى، ولقمة العيش والسبوبة بتحكم يا ابني، أنت مركز معانا إحنا كمسيحيين ليه؟ هو مفيش مشاكل عند إخواتنا المسلمين؟ مفيش قضايا في المحاكم؟ ليه مركز معانا؟ هو أنت بتحب الأقباط المسيحيين أوي كده؟ أشك. أنا لا أقبل أن أتكلم عن تعدد الزوجات أو زواج المسيار أو زواج المتعة. أنا لا أقبل أن أكون عارفة إن زوجي مع ضرتي. في ناس دينها يقبل كده، لكن أنا ديني لا يقبل ذلك. أنا ديني بيقول: لا على الطلاق، أنا حرة وأنت حر، خليك في نفسك وفي حالك. للأسف أنت بتصطاد في المية العكرة، وأي سيدة بتحصل معاها مشكلة أسرية تقول لها: تعالي الدنيا مفتوح ليكي. كده انت بتعترف ان اي واحدة بتسيب الدين المسيحي فهي رايحة عشان حب او علاقة او مشكلة عائلية عندها. ما تعرفش ان الست اللي بتعمل كده هي رخيصة، واللي بيستقبلها ارخص منها. ما عنديش اي مشكلة ان اي حد يختار اي دين، بس عن اعتناق. لكن انت بتطلع تقول نصرة للدين، انت شايف ان ده نصرة للدين؟ انت بتنصر الدين بالستات اللي عندها مشاكل يا رخيص، عيب عليك يا رخيص. ونشكر الله عودة الفتاة القاصرة المختفية هايدي إفرايم جدعون بأسيوط. عادت مساء اليوم الفتاة القبطية المختفية هايدي إفرايم جدعون المختفية بقرية أولاد إلياس مركز صدفة بمحافظة أسيوط، واستلمت الأسرة الفتاة اليوم وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية لتحقيق السلام للأسرة بالعثور على الفتاة القاصر وإعادتها. كل الشكر وكل الحب للدولة العميقة الجميلة. فتاة نوبية ترقص على طريقة أهلها في حفل تخرجها، ماذا فعلت؟ أثار مقطع فيديو لفتاة نوبية وهي ترقص على الطريقة النوبية أثناء حفل تخرجها إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا معها بشكل كبير. وظهرت الفتاة التي تدعى شادان مصطفى صابر في الفيديو وهي ترقص على أغنية النوبية، وسط تصفيق حار من الحضور الذين انتابتهم حالة من الفرحة بتخرجها. وعبر العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأداء الفتاة، مؤكدين أنها أدخلت البهجة على قلوب الجميع. وأشاد البعض بحرص الفتاة على إحياء التراث النوبي من خلال رقصتها،
مؤكدين إنها نموذج للفتاة العربية المتمسكة بهويتها، وتعتبر الرقصات النوبية من أهم المظاهر الثقافية في صعيد مصر، وتتميز بحركتها الرشيقة وألوانها الزاهية. كل الشكر وكل الحب وكل التقدير لهذه الدولة المصرية الجميلة، الدولة المصرية التي نعشقها جميعا، ونطلب من الله أن يقف بجانبنا وأن يرفع عنا الغلاء والوباء، وأن يقف بجانب رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى البابا تودروس بابا بطريرك كرازة المرقصية، والذي أكد على الشعب المصري وبصفة خاصة المسيحيين أن لا نعول على أولادنا أو نتحكم فيهم أو نجبرهم على اختيار أشياء لا تليق بهم. النهاردة 26 من الشهر المبارك مسر أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبا إخوة أمين. في مثل هذا اليوم استشهاد القديس موسيس وأخته البارة سارة، وقد ولد من أبوين مسيحيين أغنياء، ولما تنيح أبوهم أراد القديس موسيس أن يزوج أخته ويسلم لها جميع ما له، وتراها فأجابته: تزوج أنت أولا وبعد ذلك أنا أتزوج أنا أيضا. فقال لها: أنا صنعت خطايا كثيرة وقصدي أمحوها بالرهبنة، لأنه لا يمكن أن أهتم بالزيجة وبخلاص نفسي. فأجابته قائلة: وكيف ترضي أن ترميني في فخاخ العالم وتسعى أنت إلى خلاص نفسك؟ فقال لها: إن شئت يكون لك. فإجابته: كل ما تفعله أنت أيضا أنا أفعله. فلما رأى قوة عزمها وزع كل مالها على الفقراء والمساكين، وأدخلها دايرا للعذراء بظاهر الإسكندرية، ودخل هو أيضا أحد الأديرة الرجال، وقضى 12 سنوات لم يعاين أحدهم الآخر. ولما أصار الملك دقيوس الاضطهاد على المسيحيين في عهد رئاسة البابا ديمتريوس البطريرك 12، واستشهد كثيرون، أرسل هذا القديس إلى أخته يودعها ويعرفها أنه يريد الاستشهاد على اسم المسيح. فأسرعت إلى الأم الرئيسة وطلبت منها إطلاق سبيلها، وبعدما تبركت من إخوتها الراهبات لحقت بأخيها وهو في طريقه إلى الإسكندرية، واعترف الاثنان بالسيد المسيح. وبعد تعذيبهما بعذابات كثيرة قطع رأسيهما، فنال إكليل الشهادة: صلاتهما تكون معنا وربنا المجد الدائم آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكلا، وكان في زمان يوليانوس الكافر، واعترف أمامه بالسيد المسيح، فطرحهما في جبل الأسود، فنال إكليل الشهادة: صلاتهما تكون معنا آمين وربنا المجد الدائم آمين. مبارك شعب مصر، شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة. يا رب تكونوا بخير ودايما ما تنساش اشتراكك في القناة وقناة الملكة والأمين.